مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده عندنا فقرتين، الفقره الاولى مع مصممه الازياء المصريه الشابه فريده تمرازه. فريده كنا استضفناها هنا في هذا البرنامج منذ عده اشهر، لكن فريده الان بتشق طريقها إلى العالمية. نتمنى أن احنا نشوف أسامي كتير من مصمميننا الشباب بالذات بيوصلوا لمراكز مرتفعة. فريدة قدرت أنها تقتنص جايزة أسبوع الموضة في نيويورك، وكانت قبل كده شاركت يمكن لأول مرة لأول عارضة أزياء مصرية أو أول يعني مصممة أزياء مصرية تشارك في أسبوع الموضة في باريس وفي روما وفي غيرها. فريدة الحقيقة نتائج ممتازة، هنعرف ايه اللي كسبت الجايزة اللي كسبتها فريدة تمرازة في اسبوع الموضة بنيويورك. فريدة هتكون معانا ومعاها ايضا فساتينها اللي فازت بها بعد قليل. ايضا هيكون معانا فقرة اخرى مع صندوق معلومات مصر، اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والاحصاء، هيتكلم عن التعداد العشري لمصر، لكن ايضا هيكلمنا عن ارقام معدلات الفقر، معدلات الطلاق، معدلات النمو السكاني او الانفجار السكاني. هنتكلم على ارقام مهمه جدا بالنسبه للمصريين يجب ان يعرفوها، واعتقد ان الحكومه كلها لازم تتعامل مع هذه الارقام لان هو ده اللي نقدر نبني عليه اي خطه اقتصاديه. عايزه اشكر الحقيقه كل الناس اللي اتصلوا بينا من انحاء العالم العربي، يعني تحيه على حلقه الامس في ذكرى استاذي واستاذ الاجيال الاستاذ محمد حسنين هيكل. الحقيقه انها كانت حلقه بالنسبه لي انا مهمه جدا، في حلقات انا بحس انه مش بس واجب ان انا اقوم بيه ولكن هذا حق علينا نحن تلاميذه اللي ادانا من وقته وادانا من خبرته وادانا من علمه ان احنا نرد له جزء، وهنفضل نرد له الجميل فيما نقدمه وفي الدقة اللي هنحاول ان احنا نتحراها في التحقيق والتحقق من المعلومة. كل ده كل ما بنعمل حاجة صغيرة من دي بحس ان احنا بنهديها للأستاذ الذي علمنا الكثير. عايزة الحقيقة اذكر بجائزة هيكل للصحافة العربية. هذه الجائزة هي تابعة لمؤسسة هيكل للصحافة العربية، وهما جائزتان، جائزة محمد حسنين هيكل للسبق الصحفي الخبري، والجائزة الأخرى للتحقيق الاستقصائي. المسابقة هتكون طبعا للصحفيين العاملين في الجرائد والصحف والمجلات والمواقع الإخبارية العربية على أن يكون عمر المرشح أقل من 40 عاما. دي جائزة بنحاول أن احنا نقدمها للشباب أو بتحاول المؤسسة أن تقدمها للشباب. تبلغ قيمة الجائزة 250 ألف جنيه في لجنة يعني من أعضاء لجنة التحكيم، هتكون من مؤسسة محمد حسنين هيكل بمعاونة لجنة استشارية موسعة. التقييم للجوائز هيكون اللي هو عن عام 2016، أو التقديم للجوائز يبدأ من 1 يناير 2017 حتى لمدة 3 أشهر، يعني يناير فبراير مارس. نرجو من كل من يرون في أنفسهم الكفاءة أو أن هم تقدموا من زملائنا الصحفيين طبعا الأقل من 40 عاما أن يتقدموا لهذه الجائزة. الجائزة هنعلن جوائزها يوم 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الموافق طبعا لعيد ميلاد الأستاذ هيكل. أرجو يعني طبعا المتقدم هيقدم سيرة حياته الذاتية وملخص لأعماله الصحفية السابق نشرها، بالإضافة للتحقيق أو السبق الصحفي اللي هو أو هي بيتقدموا بيه. أعتقد الإيميل موجود على الشاشة لكل زملائنا الصحفيين المهتمين بالتنافس على جائزة الأستاذ هيكل، نرجو أن يتقدموا على هذا الإيميل. وأظن أنه جائزة باسم الأستاذ هيكل قيمتها مش في الفلوس، مش في 250 ألف جنيه الحقيقة، لكن قيمتها في اسم الأستاذ هيكل، أنه حد يقول
ويكتب على السي في بتاعه بالذات الشباب ان هو حاصل على جايزه باسم الاستاذ محمد حسنين هيكل. خلونا نذهب للاخبار سريعا. والبنك المركزي النهارده اجتمع مع عدد من ممثلي البنوك وايضا مع عدد من ممثلي المؤسسات الاستثماريه او المستثمرين اللي كانت عندهم مشاكل للاقتراض. لو فاكرين بعد تعويم الجنيه كان عندنا مشكلة في كل من حصل على قروض بدولارية، وأظن أن هم توصلوا إلى مجموعة من القرارات هنحاول أن احنا نتعرف عليها. دكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، دكتور مساء الخير. أهلا مساء الخير يا فندم. أهلا بيك، ماذا جرى في اجتماع اليوم وتوصلتم إلى إيه؟ واحنا في الاجتماع وصلنا القاعة لقينا ان كان في اجتماع قبل مننا مع السيد المحافظ البنك المركزي ومديرين او رؤساء مجالس ادارات البنوك ورؤساء الهيئات والادارات مخاطر الائتمان، ودرسوا الموضوع بحيث ان لما دخلنا السيد المحافظ عرض علينا اقتراح نقبله او لا نقبله لحل المشكله بتاعه المديونيه اللي بالدولار اللي نشات نتيجه تعويم الجنيه المصري. المبادره كانت عباره عن انها صالحه لمده اسبوعين، تنطبق على الشركات الصناعيه والشركات التجاريه المستورده لمستلزمات الانتاج والخامات، بشرط ان المديونيه لا تزيد عن 5 مليون دولار وحجم المبيعات لا يزيد عن 500 مليون جنيه للشركه الواحده. احنا بنتكلم انه اظن ان المركزي قسم المديونيات لقسمين، قسم من هم اقل مديونياتهم اقل من 5 مليون دولار وقسم من هم اكثر من 5 مليون دولار، مظبوط كده؟ بالظبط بالظبط. اللي اقل من 5 مليون دولار دول كعدد حوالي 88% من عدد الشركات. كقيمة لأن حجم إجمالي المديونية 2 مليار دولار. كقيمة حوالي 600 مليون دولار. يعني كقيمة 30% من الإجمالي المديونية نتيجة المشكلة دي. المهم إن هو هناخد الحل الأولاني اللي هو الشركات أقل من 5 مليون دولار، ونحاول نطبق الحل اللي قاله السيد المحافظ. الحقيقه الحل او المبادره اللي قالها كانت مقبوله بسبب رئيسي ان الدولار في الاسبوع اللي فات ده انخفض من 19 جنيه الى حوالي 16 او تحت 16 كمان شويه. فده ادى الى ان المشكله اتقلت ما بين سعر التعويم ما قبل التعويم اللي هو كان 8 جنيه 88 قرش، وما بين السعر اللي عند التسويه اللي هو لو بفرض ان التسويه هتتم دلوقتي يبقى على 16 جنيه او 15 جنيه 80 قرش. الفرق دوت البنك المركزي هيدفعه بالجنيه المصري للبنوك على ان يقوم بتحصيل المبالغ ديت من الشركات على فتره سنتين وبفايده 12%. طيب هل هذه الشركات اولا كانت سددت مديونيات بالارقام الاخرى اللي هي 18 و19؟ هي الشركات دي اغلبها توقف عن السداد لما حصلت المشكله. توقف عن السداد، وبالتالي احنا بنتكلم على حوالي 88 شركه، مظبوط؟ لا 88% دول 570 شركه، حوالي 570 شركة، 600 مليون دولار قيمة مديونيتهم، واحنا بنتكلم ان احنا المركزي هيدبر بالعملة المحلية لإغلاق المراكز المكشوفة، وانتوا هتسددوا بالجنيه المصري. بالجنيه المصري بسعر كام؟ بسعر عند التسوية. يعني انا الشركة هتسوي ساعة ما هتعمل تسوية هنشوف سعر الدولار كام، وهو ده السعر اللي هيتقيم عليه المديونيه. وفي جدوله على مده قد ايه؟ على سنتين بفايده 12%. طيب ده بالنسبه للشركات اللي مديوناتها اقل من
5 مليون، ماذا عن المديونيات الاكثر من 5 مليون اللي هي ربما اللي بتعمل 70 بتمثل 70% من قيمه المديونيه او قيمه القروض؟ بس هم كعدد 12% من قيمه من عدد الشركات، لكن دي المديونيه البلك الاكبر. البلك الكبيره فيها هي لحسن الحظ ان اغلب الشركات دي شركات مالتي ناشونال وشركات كبيره، بحيث انها ممكن تستحمل ان الوقت يعني تاخد وقت شويه في الحل. يعني هي هنحلها بس في مرحله لاحقه بعد الاسبوعين دول ما يخلصوا. فانتوا في خلال اسبوعين لازم هذه الشركات اللي خدت مديونيه بالدولار ثم تم قبل التعويم بالثلاث تمانيات قبل التعويم ثم تم تطبيق التعويم عليها، لازم خلال اسبوعين يتم اغلاق المراكز والجدوله كل حاله على حده بقى، ولا ايه يا استاذ ايوه كل حاله على حده. واحنا عملنا شكلنا لجنه دائمه ما بين المستثمرين وما بين البنك المركزي للنظر عند الاختلاف في التسوية ما بين العميل والبنك. هل هذه التسوية مرضية بالنسبة لكم؟ إلى حد كبير. إلى حد كبير، ليه إلى حد كبير؟ ليه مش ممتازة مثلا أو كده؟ لأن لو هي ممتازة كنا المفروض إن الاستيراد إذا كان تم قبل 3/11 اللي هو تاريخ التعويم مفروض ما يبقاش عليها اي فروق عملة، لان انا الشركة متسددة قيمة الاعتماد بالكامل للبنك بالجنيه المصري. فقصدك ان انت كنت تتمنى ان تتسوى على الثلاث تمانيات يعني. اللي هو ما قبل 3/11. هو ده صعب طبعا دلوقتي جدا يعني، ما هو احنا مقدرين هذا. ومين اللي هيتحمل، البنوك ولا ده صعب؟ نتحمل مع بعض طبعا في سبيل ان احنا نعدي المرحله دي يعني. طيب يعني اذا هذا اتفاق مرضي بالنسبه لكم الى حد كبير. الى حد كبير. بشكرك دكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعيه مستثمري اكتوبر، استاذ سمير عارف رئيس جمعيه مستثمري العاشر من رمضان. وماذا عنكم استاذ سمير، يعني هل هذا الحل ده مرضي بالنسبه لمستثمري العاشر من رمضان، العدد اللي عندكم من هذه المديونيات؟ والله يعني اولا مساء الخير مدام ميسو، ومساء الخير على الساده المشاهدين. احنا طبعا في عدة جولات كانت سابقة على هذا الاجتماع النهاردة، واحنا طبعا كنا باستمرار بنتوقع كده الحلول الفورية من السيد محافظ بنك مركزي. والحقيقة هو اجتمع برؤساء البنوك اللي هي بتشتغل في مصر، سواء البنوك العامة او البنوك الخاصة، وفاجئنا بان هو يعني قدر ان هو يتواصل معاهم الى تخفيض الفايده الناتجه عن سداد المديونيه في ساعه السداد، وفي حاله عدم مقدره العميل على سداد هذه القيمه فوري ان هو يقسطوها بفايده 12%، ودي في الحاله دي يعني متحملين 5% فرق فايده عن سعر الفايده السائد. فده كان بالنسبه للحل، واحنا طالبناه الحقيقه اللي كان في جولات قبل كده سابقه، وكان وعد ان هو هيشوف حاله من الحالات اللي هي كانت مسدده قيمه الاعتمادات قبل 3/11 قبل تاريخ التعويم، وهو قال كده ان هو هيحاول يشوف الاثار السلبيه اللي ترتبت في حسابات اي شركه من الشركات دي، بحيث ان هو هيعالج الاثر السلبي سواء بالتعاون من البنك او البنك المركزي او العميل، بحيث ان هم يوصلوا الى حلول مرضيه. ال 12% دي فايده مقطوعه ولا فايده متناقصه ولا فايده ايه؟ لا، المفروض انها تبقى متناقصه، لان انا النهارده انا عليا مليون دولار، بقول للبنك تعالى النهارده انا هقطعهم النهارده بسعر اليوم، فالسعر اليوم ده لو هو مثلا 15 جنيه و75 قرش يبقى المليون دولار يتحولوا عليا بمديونيه 15 مليون و75 سعر، انا مغطي منهم مثلا على اساس ان هم كانوا 8 و88 قرش، فالباقي ده هذه المديونيه دي بتطبق عليها فايده سنويه مقدارها 12%. لو انا بدفع كل قسط على شهري او كل ربع سنوي المفروض بتتناقص هذه الفايده، ما تبقاش يعني اتمنى انه يعني عندكم في العاشر من رمضان كم شركه من هذه الشركات من 560 شركه؟
لا احنا عندنا على الاقل من هذا العدد ما يقلوش عن حوالي 120 شركة. هو مع الأسف الشديد إن في شركات فيها مديونيتها أعلى من الـ5 مليون دولار، لأنها شركات كبيرة وبتشتغل في قطاع مهم زي قطاع الحديد والحاجات دي، فطبعا المديونية بتاعتهم نتيجة الاستيراد حجمه كبير وقيمة هذا الاستيراد بيبقى قيم كبيرة. لكن برضه احنا عندنا امل، عشان اما نحل الاول اكتر من 80% من المتضررين اللي هم تحت الـ5 مليون، عندنا امل كبير برضه في تحسن الاقتصاد. في يمكن برضه احنا عندنا برضه امل ان الدولار ينزل تاني، فبيبقى التسويه هنا اسهل وارحم. ما هو ده بقى سؤال، يعني الدولار لو نزل عنده دلوقتي هتخش تحاول مثلا، يعني لو دخلت دلوقتي على 15 70 زي ما هو دلوقتي موجود واحنا شايفينه بيتناقص، لكن أي. هذا التناقص ما اقدرش اقول ان هو هيكمل. افرض مثلا، افرض استمر في الانخفاض وافرض ارتفع، هل في تغير هنا في الحل؟ انا عشان كده هو السيد محافظ بنك مركزي كان حاسب المخاطر، انت عارفه دول ناس بنكير وناس فاهمين بيحسبوها كويس، فهو عشان كده ادى مهله 15 يوم يا دوبك، يعني هو ايه هيظبط لك الدولار في ال 15 يوم دول؟ مش هيقدر يظبطهم لك اكتر من عاوز كده. احلها لك خلال 15 يوم، اهلا وسهلا، مش عاوز التحرر انا ما اقدرش اظبط لك الدولار اكتر من كده. بالظبط ده كلام بالظبط، مهم ده يا استاذ سمير، كلام ده معناه انه خطير كله بيتظبط. طبعا كلام خطير جدا. كلام خطير جدا، وانا عند هذه اللحظه هتوقف عن الكلام، ولكن احنا يعني بنتمنى انه هذه الانخفاضات للدولار، وانا عشان كده قلت لكم انا لا بتكلم في الانخفاض ولا ارتفاع، احنا بس بنرصد الظاهره لاننا عايزين نشوف هل هذه ظاهرة هتكمل. يا رب نتمنى كلنا انها تستمر في الانخفاض، مش عارفين هل هتكمل ولا هي ظاهرة يعني بأدوات معينة، انا ما اقدرش يعني اقول حاجة في هذه القضية، فعشان كده يعني نبقى سعداء وهو بينخفض وما يجيلناش بانيك وهو بيرتفع، ونقدر ان احنا بس نرصد. الاهم ان احنا نرصد مقومات الاقتصاد، هي دي تاني تفضل علامتنا الأساسية، تفضل شواهدنا الأساسية، مؤشراتنا الأساسية، عنا على التصدير، عنا على السياحة، عنا على التصنيع، هي دي، عنا على التضخم، هي دي المؤشرات الأساسية اللي لازم ننظر لها. لكن بقى فكرة الدولار بينزل وبيطلع، احنا الحقيقة مش عارفين أسباب قوي للنزول والارتفاع يعني، ونشوف بقى الأسبوعين دول، بعد الأسبوعين بعد التسويات هنلاقيه طلع مثلا ولا ايه بالظبط. عموما من ايضا الحديث عن انخفاض سعر صرف الدولار وانخفاض الدولار الجمركي من 18 ل 16، اللي لسه تاثيره المفروض ان احنا نشوفه سريعا، لكن نتيجه الركود ونتيجه ارتفاع الاسعار بشكل كبير، في حصل ركود في السوق من يعني ما حدث من قريب، يعني في الاونه الاخيره انخفاض، بعض الانخفاض الطفيف في اسعار السيارات، مش كل اسعار العربيات، ولكن نتكلم في اسعار السيارات بالذات المتوسطه، يعني اللي هي مش العربيات الكبيره، العربيات اللي هي اكثر استهلاكا واكثر مبيعا. معي على الهاتف استاذ علاء السبع، احد يعني موزعي السيارات. استاذ علاء مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا بيك استاذ علاء. يعني هذا الانخفاض انا ملاحظه في انخفاض، بنتكلم في 10% تقريبا في اسعار بعض العربيات زي كيا زي هونداي، يعني السيارات اللي هي متوسطه الحجم دي، هل هذا الانخفاض سببه موضوع الدولار ولا سببه الركود اللي موجود في السوق؟ انا يعني هقول لحضرتك ان حضرتك الماركتين بالذات اللي حضرتك قلت عليهم دول فعلا معمول فيهم عروض بقالنا من قبل موضوع الدولار ما ينزل، من قبل الدولار الجمركي ما ينزل، لان دي كانت وصلت الحاجات طبعا بالدولار اللي هو 17 ونص، بالمنطقه بتاعت 17 ونص و18، ان الاسعار بقت عاليه جدا على العميل. فطبعا العربيات دي بالذات كان جاء منها كميات كبيره في وقت معين، وكان في جزء منها بسعر كويس بتكلفه كويسه، فما حصل الركود ده كل الناس اتفقت على ان تعمل خصم كويس للعربيات وتنتهز هذه الفرصه لتحريك الميه الراكده زي ما بيقولوا، ويعملوا خصم فعلا في العربيات اللي ممكن يكون تكلفتها عندهم، وده اكبر دليل على ان تجاره السيارات
ما فيهاش اللي الناس بتفكر فيه ان هو بيستغله اول ما لقى عنده فرصه ان سعر كويس مع شويه ركود. طبعا هو دي اللي شجعت شويه، قام منزل العربيات قبل موضوع الجمارك خالص وقبل موضوع نزول الدولار ل 16 جنيه اللي احنا بنتكلم فيه. ليه ما بتبيعوش العربيات اللي جت بالسعر القديم بالسعر القديم والعربيات اللي جت بالسعر الجديد بالسعر الجديد؟ هل بتعملوا كده ولا كله خلاص اتطبق عليه زياده؟ ما هو ده كله حضرتك اللي حاصل في اللي حضرتك قلت عليه ده. العربيات الجديده كلها موجوده النهارده تقريبا في حدود، ما حدش طبعا جاب دولار ب 20 جنيه وب 19 جنيه استورد بيه، لان لو كان جاب بيه كان زمان العربيه بقد كده اكتر من كده بكتير. العربيات اللي في مصر كلها تتراوح من 17 ونص ل 18 17 70 80 حاجه زي كده. طبعا احنا في النهارده الدولار اللي نزل شويه، يعني احنا هنقول ان هو نزل في الجمرك، لكن الحقيقه ان كل العربيات اللي لسه في الجمرك كلها حتى اللي لسه ما خرجتش مربوطه على سعر 18 جنيه ونص اللي هو كان قبل ال 16 على طول. العربيات اللي بره كلها على 18 ونص و17 جنيه ونص دولار حقيقي. الدولار الحقيقي اللي موجود في السوق النهارده في البنوك ب 16 او 16 الا كسور النهارده، يعني مع احترامي طبعا لكل البنوك، هو اما بيجي يتفتح الاعتماد للسيارات المستورده بيتحط عليه نسبه تدبير عاليه جدا بيعدي ال 17 جنيه. انا بقول حقائق الناس تكون لازم تكون واخده بالها منها. يعني دلوقتي وامتى هيسمع الدولار الجديد اللي ب 16؟ بصي حضرتك، هو المفروض انا دايما مع حته ايه، ان يبقى في ده طبعا راي شخصي انا ما بلزمش بيه ناس، ان في ناس ممكن تقبل انها تبيع الحاجه من غير ما تكسب او تخسر فيها جزء، وفي ناس ما تقبلش. ولكن احنا بننادي شويه مع الركود مع سياسه الدوله انها تنزل سعر الدولار، ان احنا ننزل بجزء صغير اللي هو على الاقل الجزء المتوقع او الثابت اللي هو بتاع الدولار الجمركي اللي هو يتراوح من 2 ل 5% في العربيه، ان احنا نقدر ننزلهم للعملاء ويجوا ياخدوا العربيات بهذه الاسعار لغايه ما تجي لنا العربيات الجديده اللي بالسعر اللي ب 16 جنيه. إذا كان البنك هيرضى يدي لنا ب 16 جنيه. لا يعني إيه هيرضى؟ لا ثواني، ال 16 جنيه ده إحنا بنتكلم على الدولار الجمركي وبنتكلم على دولار الاستيراد. لا الجمركي ده أوكي، يعني العربية ودولار الاستيراد. نعم حضرتك. ودولار الاستيراد أخباره إيه؟ ما هو هيبقى بنفس سعر دولار الاستيراد لغاية دلوقتي هو لسه، أولاً لسه ما حدش جاب بيه. البنوك اللي عندها ب 16 جنيه النهارده الاستيراد هو ما بيديش للاستيراد تامة الصنع. هو بيدي للسلع الاستراتيجيه وبيدي المكونات الانتاج. طب ما تاخدها ومن السوق السوداء ومن السوق السوداء بتجيبوا زي او يعني من ما هو السوق السوداء ما بيقبلوش دلوقتي، ما بيقبلش ان احنا نستورد نجيب من السوق السوداء ونحط في الحسابات. ولسه لسه البنوك ما بتوفرش اعتمادات للاسف للسلع غير الاساسيه؟ لحتى الان هم بداوا، يعني هم بصي حضرتك عشان نكون امناء في توضيح الامور، هم بدات البنوك توفر شويه مش كتير للسلع الغير علشان العمله بقت متواجده نسبيا اعلى شويه، ولكن بيدي نسبه تدبير عمله عاليه جدا بتعلي الدولار فوق ال 10% عن السعر اللي موجود عنده تقريبا، مش 10 يعني مثلا هنقول انه ب 17 وكسور بسيطه 17 40 17 30 دي حقيقه. بشكرك. طبعا مشكله ثانيه مقابلانا، يعني عشان الناس تبقى فاهمه ان انا ما جبتش دولار ب 16 جنيه. انا ما جبتوش، انا اللي هيحاسبني عليه حقيقي الجمرك ب 16 جنيه. طيب يعني على الاقل الانخفاض ده هيبان، يعني على الاقل الانخفاض ده لازم هيسمع. امتى أكيد بقى؟ اكيد اكيد. امتى؟ يعني انا بقول لحضرتك بالنسبه للجمارك احنا ممكن نتنازل جزء من الناس، انا ما بلزمش الناس كلها. أنا بصفتي جوه الشعبة بتاعت السيارات أنا بأنادي الناس اللي تقدر تتنازل عن مكسبها أو تعمل جزء من الخسارة صغير على أساس ده جزء مضمون إن إحنا اللي جاي هندفعه بالجمرك. خسارة إيه بس يا أستاذ علاء؟ معلش عشان بس يعني يبقى الكلام منطقي، مفيش خسارة في الموضوع ده، مفيش يعني فكرة الخسارة مش موجودة. يعني ب 18 ونص بدولار 18 ونص، يعني كل البضاعه اللي في السوق دلوقتي ب 18 ونص جمرك، واللي في المينا ب 18 ونص جمرك. احنا بننادي ان الناس ممكن تنزل الجزء اللي هو من 18 ونص ل 16 في الجمرك على اساس انها هتدفع الجديد
بال 16 جنيه ده شبه مضمون لانه متثبت مينيمم لغايه يوم 28 او حتى 15 يوم بعده. اعتقد ان هو في ظل هذا الدولار هم مش هيعلوه عن قصه ال 16 جنيه هيبقى في هذه المنطقه. سؤالي بقى التخفيض اللي نازل على بعض السيارات المتوسطه هل هيسمع في كل السيارات كل انواع السيارات ولا بس؟ طبعا الارقام دي مش هتتسمع خالص. ده دي عربيات معينه انا قلت لحضرتك انها فعلا تكلفتها قليله على الناس وكان عندنا منها كميات كبيره او عند الناس منها كميات كبيره وحصل انها موجوده في هذا الوقت فبتنزل فيها السعر ده. لكن الارقام دي استحاله هتبقى في انواع ثانيه عشان الناس برضو يبقى عندها الفكره متواجده. نعم. دول بس الماركتين اللي ممكن يبقى فيهم الاسعار دي لمده لغايه ما تخلص على فكره العربيات اللي بالسعر ده. يعني عموما بشكرك استاذ علاء السبع احد احد موزعي السيارات، واستاذ حسن سليمان رئيس الشعبه العامه للسيارات باتحاد الغرف التجاريه. نفس السؤال بساله لحضرتك، امتى الدولار الجمركي هيسمع في انخفاض اسعار السيارات؟ والسؤال الثاني يعني الاستاذ علاء بيقول ان انتم ما بتستوردوش البنوك ما بتقدمش او ما بتفتحش اعتمادات على الاسعار الجديده، هل ده صحيح؟ اولا مساء الخير على مدام لميس. مساء النور. مساء الخير يا مدام لميس. مساء النور يا فندم. واحنا بنشكر العاصمه على هذا المداخله يعني. شكرا. احب اقول لحضرتك انا رئيس رابطه مصنعي السيارات جنب رئيس الشعبه العامه. نعم. كويس. واحنا دلوقتي بنقول ان كل التجاره كلها عباره عن مكسب وخساره طبعا، فاحنا بنناشد كل الموزعين وكل الوكلاء ان هي لازم تخفض الاسعار، لان النهارده كل الناس لازم تخفض اسعارها بما يوازي التخفيض اللي حصل في الجمارك والتخفيض اللي حصل في الدولار. ليه؟ لان انا ما بحسبش عربيه عربيه ولا كميه كميه، انا بحسب في نهايه طول السنه ففي متوسطات، فالمفروض النهارده السوق واقف لازم ننزل اسعارنا عشان الناس تقدر تمشي. فاحنا بنناشد كل الوكلاء، واخده بال حضرتك؟ وفي ناس وكلاء فعلا ابتدت تنزل هذه الايه؟ يعني انا الحقيقه بشكرك على الدعوه دي جدا، لانه انا لما الاقي السوق وصل لمرحله من الركود ما اقدرش كتاجر او كموزع ان انا اسيبه كده واقول والله ماليش دعوه، وفي النهايه انا اللي خسران. تمام تمام، عشان كده احنا بنقول هذا الكلام. لكن امتى الدولار الجديد يعني الدولار الجمركي الجديد هيسمع في اسعار السيارات يا استاذ حسن؟ في يا فندم حاليا ناس ابتدت تستجيب وفي وكلاء ابتدت تستجيب في السوق وفي اسعار نزلت فعلا. هل صحيح انكم ان البنوك ما بتفتحش اعتمادات على الاسعار الجديده وما بتمولش اي سلع غير اساسيه؟ لا، السلع اللي هي اللي طبعا بالنسبه للتصنيع بيتم النهارده بيعمل لك الان دي مكونات وانت جايبك مكونات وفي ارتباطات مع الشركات ده لو انت بتجمع يعني. لو انت بتجمع لكن بتجمع وتصنع يعني لكن لو سياره تمت الصنع للسيارات تمت الصنع هي في يعني مفتوحه بس عليها شويه قيود يعني بيدفع 50,000 دولار كل مش عارف ايه يعني ايه اللي عايزه شويه لعب كده عشان يستورد ومش هيقدر يستورد كميات كبيره. يعني في قيود ما زالت على الاستيراد، وده بيني وبينك احنا مصلحتنا ان النهارده الواردات تنزل. احنا في وقت صعب ما فيش داعي ان انا اروح اجيب طبعا حاجات فارغه، والوقت اللازم ده دلوقتي احنا بنوفر عشان الحاجات الاساسيه بتاع الشعب. بشكرك النهارده ان انا اجيب سيارات فارغه لما لا طبعا تتحسن نبقى نجيب. بالظبط. بشكرك استاذ حسن سليمان رئيس الشعبه العامه للسيارات ورئيس رابطه مصنعي السيارات، ومعايا الاستاذ يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي. طبعا حضرتك سمعت الكلام من مصنعي السيارات انه او يعني من تجار السيارات ان البنوك ما بتفتح لهمش اعتمادات على الاسعار الحاليه ومش لاقي في السوق السوداء، هل هذا دقيق يا استاذ ابو الفتوح؟
انا بس برضو مستغرب شويه الكلام ده. ليه؟ اولا لان البنوك ما ينفعش تتعامل غير على الاسعار المعلن عندها، ما ينفعش اكون انا عالن بنك عالن على 16 جنيه واجي ابيع دولار بازيد من كده، فده استحاله لان دي مخالفه صريحه لتعليمات البنك المركزي، ودي بسهوله جدا ان ممكن التاكد منها. نمره واحد. نمره اثنين، انا سمعت برضو ان العميل جاب هو قدر يجيب الدولار وراح للبنك، البنوك رفضت منه. اولا مش من حق اي حد انه يرفض، اكيد لا، لانه بيحقه دلوقتي سحب والايداع يقدر يحط في البنك ويقدر يمشي المال، فلا اعتقد هذا. نمره اثنين، ان انا حضرتك انا من اكتر من شهر انا ما عنديليش اي عمليات معلقه، سواء عمليات اسيئه او حتى غير اسيئه، حتى سيارات في عرض سيارات مشيت كثير جدا، ما عنديش بقالي شهر اي عمليات معلقه، فازاي يكون في حد بيقول لسه ان البنوك بترفض تفتح له؟ يعني ممكن تكون حاله استثنائيه، لكن لا مش هو ده اللي حاصل في السوق، وممكن نتاكد من عملاء كثيرين اخرين. يعني انا طبعا سعيده برد حضرتك، لانه في النهايه التجار بيقول لك ايه، ما هو البنك ما بيدينيش، فانا لازم هشتغل على الدولار ابو 17، فنفضل احنا الدولار ينزل بس يفضل هو على الدولار ابو 17، يبيع لي بالدولار ابو 17. ما فيش بالدولار بصراحه، حضرتك الدولار في البنك النهارده ب 15.70، حضرتك لما بيجي بيشتري مني بيشتري ب 15.70، ما اقدرش اديله لا اقل ولا ازيد من كده، يعني الا ما بين حدود السعر البيع والشراء اللي هي بتكون بالكثير 10 قروش. نمره واحد. نمره اثنين، اولا بلاحظ سواء عندي او بنوك كثيره انا عارفها وبنك مصر وبنوك كثيره ما عندهاش اي معلقات لا سلع اسيئه، وانا سهله في السي اي بي وسهله الحقيقه في كذا كذا بنك، خلصوا كل الباك لوجز بتاعتهم من شهر حضرتك، كل حاجه بتجيلي بتتفتح في نفس اليوم، وممكن حتى لو عملنا سيرفي لكل العملاء اللي موجودين في السوق يعني. انا بشكرك استاذ يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي، اللي بيؤكد انه البنوك بالفعل بتوفر الدولار بالسعر اللي موجود، وما تقدرش توفر الدولار بسعر اخر، وانه ما فيش باك لوجز، يعني ما فيش حاجات متراكمه في البنوك لا يتم تلبيتها. أنا بس عندي ملحوظة في موضوع العربيات دي. إحنا لاحظنا إنه لما وصلنا لسعر لا يمكن إن إحنا نتعامل بيه، سعر ما نقدرش نشتري بيه، حصل إيه؟ أجبر التجار على التراجع إنهم يعملوا خفض لأسعار السيارات. يقولوا لك بقى خلي بالك، أصل الخفض ده بس هيكون على الأسعار اللي موجودة، أصل ده لوت وهيخلص. يعني لما احنا كمستهلكين بنضغط وبنقول لا احنا مش هنشتري بهذا الرقم، على طول السعر بيرجع باي شكل من الاشكال، هو بيعمل حسبته. يعني معلش انا مش مصدقه موضوع الخسائر ده، بعتذر. يعني الخسائر دي بتبقى حسبه مكاسب عظيمه في الماضي، ومعلش ما كسبتش نفس المكسب العظيم ده دلوقتي، فتقدر تعمل بالانس ومتوسط بين الاثنين. وبالتالي انت كمستهلك لما تمتنع قليلا عن شراء المستورد ده، سواء عربيه سواء ثلاجه سواء غساله سواء اشياء اخرى، وتروح للمحلي اللي بيبيع ده، لازم هيرجع، ما عندوش حل، ما يقدرش، لازم يوزع المخزون اللي عنده، ما عندوش حل، هينزل. فهنا ضغط، انت كمستهلك قادر ان انت تضغط على هذا التاجر، وده مش بس بالنسبه للسلع الهندسيه، ده كمان بالنسبه للسلع الغذائيه، بالنسبه لسلع كثيره جدا. وايضا احنا عايزين نشجع المحلي، لكن يمكن ما عندناش سيارات محليه، فبالتالي إذا توقفنا عن شراء السيارات دلوقتي إحنا بنضغط وبنعمل مزيد من الضغط عشان العربيات تتراجع. يقول لك بقى لا والله أصل السعر ده موجود لمدة أسبوعين، لمدة 3 أسابيع. يعني معلش نبقى نشوف بقى بعد الأسبوعين والثلاث أسابيع هيحصل إيه. فالحالة دي ما نقعش فريسة فيها، ونفهم إنه أنت كمستهلك تستطيع أن تضغط على التاجر أنه ينزل السعر، وحينزل السعر، ما عندوش حل تاني بالنسبة لأسعار السلع اللي هي الهندسية اللي هي مرتفعة الثمن. خلونا قبل ما نشوف هذا التقرير عن الوزيرة غادة والي بتفتتح أحد المدارس في بني سويف. الوزيرة كانت في زيارة لمحافظة بني سويف وافتتحت مدرسة بإحدى قرى بني سويف، تم ترميمها بمشاركة من المجتمع المدني إلى جانب مشروعات أخرى. لكن شوف هذه المدرسة اللي افتتحتها الوزيرة غادة والي في بني سويف. الاهتمام بصعيد مصر والسعي الدائم نحو ضمان توفير الخدمات الأساسية والعمل على تطويرها،
هذا ما تعطيه وزارة التضامن الاجتماعي أولوية خاصة في إطار خطة حكومية وتوصيات رئاسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن في الجنوب. كان عندنا افتتاح لمدرسة عملها جمعية اسمها تكاتف في قرى من أفخر القرى في بني سويف. بعد كده رحنا قرية أخرى عزبة خرشد كان فيها 40 منزل الأرمان عاملة فيها شغل أيضا ترميم منازل وتسليم مواشي ومساعدات زواج. بعد كده جايين هنا جمعية ثالثة أيضا ولها تاريخ كبير جدا جمعية الهلال الأحمر المصري زي ما حضرتك شايف تدريب الشباب على الإسعافات الأولية والتدخلات في الكوارث ووضع حجر أساس لمستشفى. عندنا أيضا زيارات لمؤسسات رعاية. فهي جولة كلها مخصصة النهاردة لمحافظة بني سويف. مدرسة دي كانت قائمة وكانت شغالة لكن كان فيها محتاجة أن يحصل لها تطوير. زودنا في التطوير 3 فصول هنزود الطلبة والكثافة هتقل. زودنا الأنشطة اللي كانت مش موجودة فبقى في حجرة التربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية. المدرسة كانت غير أدمية بالمرة من ناحية الحمامات أو الفصول أو كل الأنشطة اللي موجودة في المدرسة. كان للمكاتب الخدمية التابعة للوزارة نصيب من التطوير حيث تم افتتاح مكتب تأمينات بني سويف بعد نقله وتطويره ليقدم الخدمات التأمينية في القطاعين العام والخاص بشكل أفضل بالإضافة إلى عدد من المشروعات ومحاور التنمية تنتظرها المحافظة. بعد المؤتمر اللي كان في أسوان وتوجيهات السيد الرئيس فيه هنبتدي مع هيئة التنمية الصناعية 200 مصنع هيبقوا يعني متسلم المصنع برخص وكله عشان الشباب اللي هو يبقى فيه فرص عمل. طبعا كان في الأسبوع اللي فات موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ محور عدلي منصور وده محور تنمية ففي عديد من الشغل إن شاء الله في الفترة القادمة للصعيد بإذن الله. الجديد هنا إن المبنى مجهز بصالة انتظار مجهزة تليق بالجمهور المتعاملين في نظام الانتظار في تطوير في زيادة عدد الشاشات. المكتب هنا بيخدم حوالي 15,000 منشأة نقل بري بيضم المبنى برضو مقر لديوان عام منطقة بني سويف اللي هي بتشرف يتبعها 13 مكتب متنوع بيخدم تقريبا حوالي 168,000 مؤمن عليه بيخدم 125,000 صاحب معاش ده كله عشان راحة المؤمن عليهم وخدمتهم. العمل على رفع مستوى المعيشة وتوفير الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر هذا ما يفتقره الوجه القبلي وهو أيضا ما تحاول الحكومة تنفيذه بشكل جدي. محمد سلامة، هنا العاصمة. سريعا وقبل ما نخرج فاصل ونستقبل المصممة الشابة فريدة مرازة، مجموعة أخبار سريعة. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع القوات البحرية وقوات حرس الحدود قدرت أنها تظبط 3.5 طن حشيش أثناء محاولة إدخالها إلى داخل البلاد على أحد المراكب على السواحل الغربية قرابة محافظة مطروح. أيضا تم ضبط المهربين بعد تبادل إطلاق النار وهم 5 يحملون جنسيات عربية ويهربون الحشيش لصالح تاجر مصري. عادي تراب الحشيش لكن عارفين شكلها يعني بقت يعني صورها مشهورة جدا. اسكندرية بقى فيها قصة لطيفة جدا. في حديقة أنطونيادس الشهيرة الحديقة دي كان فيها تماثيل. التماثيل دي فيها تمثال منهم اتسرق. الآثار قالت لا التمثال موجود. المحافظ والنيابة بيقولوا ان في تحقيقات عشان يعني هو مش هو ده التمثال ولكن الحديقة فيها تماثيل كتيرة بهذا الحجم. هو تمثال بحجم من الأحجام دي اتسرق ازاي بقى ما نعرفش. يعني الحقيقة انه موضوع مثير للاهتمام. في حد قال لك لا والله التمثال ما اتسرقش والنيابة فتح تحقيق لانه التمثال اتسرق. احنا ما نعرفش. انا بس قلقانه جدا على تمثال نهضة مصر. يعني قلقانه ان انا يعني بما ان انا ساكنه قريب من هذه المنطقة ان انا اروح واجي يوم انام واصحى الاقي انه تمثال نهضة مصر مش موجود. وبعدين نقعد نقول ايه هو التمثال كان موجود ولا كانش موجود او احتمال ما كانش موجود اساسا في هذا الميدان. لا انا بقول لكم ان في تمثال عمله المثال مختار كان موجود في ميدان الجامعة امام كوبري الجلاء اسمه تمثال نهضة مصر. ارجوكوا تذكروه وصوروه كده وبفكر اروح اتصور جنبه احسن اصحى بكره الصبح ما الاقيش التمثال وبعدين ندور على المحافظ بقى وبعدين ندور على الاثار وبعدين نفتكر مين هو مختار وحاجات كده. فممكن ما نلاقيهوش يعني او نقفل بقى الجنينه او نقفل ميدان النهضه. المهم يعني ان احنا
يعني ان شاء الله مش هو ده التمثال اللي بتاع، لانه ده شكله تمثال يعني قيم جدا. طيب معانا خالد الامير مراسلنا من الاسكندريه. مساء الخير مدام نمين. مساء الخير يا خالد، وايه قصه التمثال بقى؟ هو فوجئنا النهارده ان احد العاملين في حديقه اندونيادس، وهي حديقه اثريه بها خمس حدائق وتضم عدد من التماثيل اليونانيه الرومانيه، بيعمل بلاغ لاسم سيدي جابر بسرقه احد التماثيل الاثريه من داخل الحديقه. النهارده احنا حاولنا نكلم الاثار نشوف قصه التمثال ده، اكتشفنا ان تماثيل حديقه اندونيادس لا تتبع الاثار ولا هيئه الاثار، وان الحديقه تتبع وزاره الزراعه مباشره ولا تتبع حتى مديريه الزراعه في اسكندريه. حاولنا نعرف التمثال كنيته ايه، ما حدش عارف الموضوع بالظبط، التمثال يمثل انه قيمه، لكن في النهايه قدرنا نوصل لمدير الحديقه اللي اكد ان التمثال هو تمثال اثري بيعود تاريخه للعصر اليوناني الروماني، وان محافظه اسكندريه النهارده حول الموضوع للتحقيق. لكن الازمه مش كده، الازمه ان التمثال مش حجمه تقيل، مش يعني مش تمثال صغير. وقال لك تمثال سيده، اعتقد سيده قابضه على شيء يعني على زي ورقه او كده زي ما انا قريت في الخبر، لكن هو السؤال هو تمثال بحجم هذه التماثيل يا خالد؟ يعني تمثال ضخم، جرانيتي ضخم. تمثال ضخم، يعني ازاي الناس طلعت بيه، ازاي طلعوا بيه من وقت الانتونيادس؟ هو ده السؤال. يعني بوابه اندونيادس هي خمس حدائق داخل حديقه، وكمان جنبيهم او داخلهم حديقه حديقه الحيوان. فالتمثال ضخم، ازاي طلع التمثال من جوه الحديقه؟ عادي، محدش عارف. ازاي سرق التمثال؟ ازاي مدير الحديقه ما اكتشفش القصه دي اللي اكتشفها احد العاملين جوه الحديقه؟ محدش عارف اصلا ان التمثال اتسرق اصلا اساسا. يعني النهارده احنا النهارده كنا بنعاني في الحصول على معلومه ان في تمثال اتسرق وما اتسرقش، لحد ما محافظ اسكندريه، المحافظ هو اللي اكد ان التمثال اتسرق. محافظ قال ان التمثال اتسرق، ما حدش عارف ازاي التمثال اتسرق. يعني بس في تمثال اتسرق، ده المهم. في تمثال اكيد مصورين التماثيل يعني يا خالد، اكيد عارفين التماثيل دي مين بالظبط كده. هو حديقه اندونيس حديقه تاريخيه اصلا، وفيها كمان جزيره الشير وحديقه ملكيه اصلا، يعني حاجه تعود يعني ده التماثيل دي وزنها اطنان بالظبط كده، يعني مش حتى كيلو جرامات، دي وزنها اطنان يا جماعه، ده جرانيت وبيبقى رخام وجرانيت، فالتمثال كله اتاخد، هنلاقيه في بيت حد يعني ما تقلقش، احنا ان شاء الله هنلاقيه موجود في بيت حد من الحدود من الاحاد. الازمه ان هي كمان التماثيل غير مسجله في وزاره الاثار، دي الازمه الكبيره اللي عرفتها النهارده. امال التماثيل دي مسجله فين؟ في وزاره الزراعه؟ تقريبا كده في وزاره الزراعه، ده كمان تماثيل تمثال محمد علي مثلا، تمثال ابراهيم باشا مثلا، غير مسجل ايضا في وزاره الاثار. يعني النهارده انا بكلم مدير الاثار الاسلاميه والقبطيه، قال لي ده مش مسجله عندنا. طب يا جماعه دي مش اثار، قال لي اثار لكن غير مسجله. شجره، هو معتبر ان التمثال شجره او نخله او يعني جزء من الزرع كده يعني. تمام، ميرسي يا خالد، والله انا متشكره جدا. تحس ان بجد البلد بتبهرني كل يوم، بحس بانبهار انه يعني في حاجه جديده ممكن تحصل، والنبي تمثال نهضة مصر، عشان ده أنا تمثال بحبه جدا، أرجوكوا حافظوا على تمثال نهضة مصر، ما يبقاش بقى ما يتاخدش مننا، مش فجأة ألاقي التمثال مش موجود. الحمد لله إن تمثال رمسيس اتشال، من زمان كنا زعلانين، تمثال أنتوا عارفينه بتاع النافورة ده اللي هو كان في ميدان رمسيس اتشال، يعني هو راح المتحف الجديد، لكن إن شاء الله لا هو لما نفتح المتحف الجديد، بس الحمد لله إنه اتشال، إحنا مش عرفنا، ما يمكن كان اتقطع، لقينا مثلا إيد رمسيس في حتة، رجل رمسيس، أنتوا عارفين رمسيس كان واقف كده، فرجله في حتة وإيده في حتة ومناخيره في حتة، إحنا مش عرفنا، يعني الله أعلم. قلقانة أنا والله على تمثال نهضة مصر، بجد قلقانة. وصعبان عليا تماثيل أنطونيادس، عادي. نمنا بالليل، صحينا الصبح ما لقيناش تمثال، دخلوا بعربيه، ده لازم عربيه نص نقل يا جماعه، او نقل، مش نص نقل حد، لازم ونش ويشيل وكده، عادي جدا عادي جدا. المهم ان الاساس ان احنا مش عارفين اذا كان التمثال موجود ولا مش موجود، على اساس الحاجات دي مش متصوره، نخله شجره، ما علينا. سياده اللواء رفعت قمصان، اعتقد ان احنا دلوقتي بنعد مستشار طبعا رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، بيتم اعداد الان قانون الهيئه الوطنيه للانتخابات. مساء الخير يا سياده اللواء. الخير يا استاذه لميس، صحيح استاذه، اهلا بيك. يعني احنا ما بنسمعش صوت حضرتك الا مع الاقتراب للانتخابات، لكن ماذا عن الهيئه، القانون الهيئه الوطنيه للانتخابات، وده جزء من الدستور على ما اعتقد؟
بالظبط. هو الدستور فعلا في المواد 208 و209 و210 الخاصه بالهيئات المستقله اتكلم عن انشاء هيئه وطنيه للانتخابات. ودي في الحقيقه يمكن حضرتك دايما في كل حديثك بتتناولي موضوع التنافسيه وموقع مصر في كافه المجالات الاقتصاديه وغير اقتصاديه. في مجال الاصلاح الديمقراطي وتطبيق الديمقراطيه والانتخابات انشاء مفوضيه مستقله للانتخابات بيرفع من درجه اي دوله في معيار التنافسيه الدوليه في هذا المجال. المفوضيات دي والهيئات دي ليها معايير دوليه سواء مطبقه في الديمقراطيات العريقه او المنظمات الدوليه زي الامم المتحده او المنظمات العامله في مجال الانتخابات لديها ميثاق يجب ميثاق شرف في هذا المجال. يعني من خلال زيارات عده دول والتعرف على تجاربها دول ذات باع كبير في هذا الشان منها على سبيل المثال تشيلي ورومانيا واسبانيا وانجلترا وجنوب افريقيا كل هذه الدول المعايير اللي فيها كانت محل نظر المشرع وبيعد مشروع هذا القانون بالاضافه الى المواد الوارده في الدستور وخرج مشروع قانون بينشئ هيئه وطنيه تتحقق لها الاستقلاليه الكامله لا تتبع اي جهه في الدوله لها شخصيه اعتباريه لها موازنه مستقله. المبدا الثاني الاستدامه من خلال التفرغ الكامل لمده 6 سنوات في العمل ودي ايضا وارده في الدستور وبتكبير نصف يضمن الاستمراريه والاستدامه. العموميه بحيث ان هذه الهيئه هتختص بكل من الانتخابات العامة في الدولة والاستفتاءات بما فيها انتخابات المحليات اللي جاي القادمة يا سيادة اللواء. بالظبط بالظبط بما فيها انتخابات المجالس المحلية وده امر غير مسبوق لان حضرتك عارف قبل كده كانت لجنة إدارية برئاسة وزير التنمية المحلية يعني. ايضا اعتبارات الحيادية والمبادئة في اختيار اعضاء مجلس الإدارة بمواصفات وضعها بالدستور وهي في المرة يعني دي لجنة بإشراف هنا في إشراف قضائي ولا احنا بنتكلم في لجنة خلاص ما فيش إشراف قضائي؟ لا في المادة 210 في الدستور قالت أي انتخابات واستفتاءات خلال 10 سنوات القادمة أو من تاريخ إقرار الدستور لابد أن تكون تحت إشراف قضائي كامل. حضرتك تعلم أن الدستور أقر في 18 يناير 2014 فلغاية أي استفتاءات أو انتخابات لغاية 17 يناير 2024 لابد أن تكون تحت إشراف قضائي كامل. بعد هذا التاريخ تقرر الهيئة ما تراه الاستمرار في هذا النظام أو بشكل كامل أو بشكل جزئي أو تكون أعدت هي كوادر خاصة بها هذا وشأنها. شكرا سيادة اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات.